السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل تدريبات الوحدة الثالثة من كتاب جيم كونكت انجليش، الصف الخامس الابتدائي، الترم الأول سنة 2024. يونت 3 عندنا اسمها How do I look؟ كيف أبدو؟ نبدأ بحل الأسئلة. السؤال الأول اختياري صفحة 92، I wear my to protect my eyes from the sun. أنا أرتدي ماذا لكي أحمي عيني من الشمس؟ scarf يعني وشاح، جلابية، sunglasses النظارات الشمسية، t-shirt يعني t-shirt. الإجابة طبعا هتكون sunglasses النظارات الشمسية لكي أحمي عيني من الشمس. I put on my blue. أنا أرتدي ماذا الذي لونه أزرق؟ When I go to bed عندما أذهب للنوم. يبقى بنلبس إيه لما نروح ننام؟ sweater القميص الصوف، necklace قلادة أو عقد، pajamas بيجامة، swimming shorts شورت سباحة. يبقى الإجابة هتكون pajamas يعني البيجامة الخاصة بالنوم. I always run in my comfortable. أنا دائما أجري في ماذا؟ scarf وشاح، sneakers أحذية رياضية، كوت معطف، sunglasses نظارات شمسية. الإجابة هتكون sneakers يعني أحذية رياضية بنجري بيها. I always wear a. أنا دائما أرتدي ماذا in winter في فصل الشتاء؟ يبقى بنلبس إيه في فصل الشتاء؟ كوت معطف، swimming shorts شورت سباحة، t-shirt يعني t-shirt أو قميص، necklace قلادة أو عقد. الإجابة هتكون طبعا كوت معطف، بنلبس المعطف في فصل الشتاء. صفحة 96 السؤال الثاني عندنا، طبعا السؤال الأول استماع مع المعلم، السؤال الثاني بنوصل الجمل من المربع A بالجمل المناسبة لها من المربع B. الجملة الأولى بتقول What are you doing؟ ماذا تفعل؟ بيسأل سؤال ماذا تفعل؟ الإجابة هتكون I'm packing my suitcase، أنا أحزم حقائبي. يبقى رقم واحد عندي إيه؟ Remember your sunglasses، تذكر نظاراتك الشمسية. هي هنا بتفكر وبتقول له تذكر أن تأخذ نظاراتك الشمسية، هتكون طبعا It will be very sunny، سوف يصبح الجو مشمس جدا. يبقى رقم 2 عند C. You should pack a sweater، يجب عليك أن تأخذ قميص صوف. It will be cool in the evening، سوف يصبح الجو بارد في المساء. يبقى رقم 3 B. Which pajamas will you take؟ ما هي البيجامة التي سوف تأخذها؟ بتسأله هنا إيه هي البيجامة التي سوف تأخذها؟ هتكون the ones with the stripes، هيقول لها أن أنا هاخد البيجامة اللي عليها خطوط أو مخططة. يبقى رقم 4 عند A. يبقى بالتوصيل عندنا 1 E، 2 C، 3 B، 4 A. السؤال الثالث عندنا قطعة هنقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب على الأسئلة. آسر and his mom are going on a holiday to الفيوم. آسر ووالدته ذاهبين في إجازة إلى مدينة الفيوم. They are going to see Uncle حاتم and Aunt ملاك. هم ذاهبين لرؤية عم حاتم وعمته ملاك. They have a lovely pool. لديهم حمام سباحة رائع. So آسر is packing his t-shirt and swimming shorts to swim in the pool. لذلك آسر يحزم التيشيرت الخاص به وأيضا شورتات السباحة الخاصة به لكي يسبح في حمام السباحة. He is packing his sunglasses because it will be sunny. هو أيضا يأخذ نظاراته الشمسية لأن الجو سوف يصبح مشمس. He is also packing his sweater because it can be cool in the evenings. هو أيضا يأخذ القميص الصوف الخاص به لأن الجو سوف يصبح باردا في المساء. He is packing his sneakers because he will be walking around a lot and he needs to wear something comfortable on his feet. هو أيضا يحزم الأحذية الرياضية الخاصة به لأنه سوف يتمشى ويتجول وهو يحتاج أن يرتدي شيئا مريحا في قدمه. أسئلة القطع عندنا السؤال الأول The text is about آسر's فراغ. بيقول هنا أن النص بيتكلم عن إيه؟ عن آسر. Birthday party حفلة عيد الميلاد، games ألعاب، homework واجب، holiday الإجازة. طبعا إجابة هتكون holiday الإجازة الخاصة بآسر. آسر is packing his sweater because it can be فراغ in the evenings. بيقول هنا أن آسر بياخد القميص الصوف بتاعه أو بيحزم القميص الصوف بتاعه ليه؟ لأن الجو هيكون إيه في المساء؟ sunny مشمس، cool بارد، warm دافئ، ويندي يعني عاصف أو في رياح. الإجابة طبعا هتكون cool يعني بارد. الأسئلة المقالية عن القطعة، السؤال الثالث Why is Asir packing his sneakers؟ لماذا آسر يأخذ الأحذية الرياضية الخاصة به؟ الإجابة موجودة عندنا في القطعة كتبتها هنا. Because he will be walking around a lot and he needs to wear something comfortable on his feet. لأنه سوف يتمشى ويتجول وهو يحتاج أن يرتدي شيئا مريحا في قدمه. يبقى الإجابة أصلا موجودة عندنا في القطعة فوق. Because he will be walking around a lot and he needs to wear something comfortable on his feet.
صفحة 97. السؤال الرابع عندنا بنعيد ترتيب الكلمات في الجمل التالية. طبعا الكلمة اللي باللون الأحمر هي أول كلمة في الجملة أو في السؤال. تمام، نبدأ بالجملة الأولى. بتبدأ بكلمة what، معنى كده إن هي سؤال مش جملة. بتبدأ بكلمة what بمعنى ماذا. هتكون what do I need else، ماذا أحتاج أيضا. What do I need else. الجملة الثانية بتبدأ بكلمة I will، يعني أنا سوف. هتكون I will take the pajamas with the stripes. I will take the pajamas with the stripes، يعني أنا سوف أخذ البيجامة المخططة. stripes يعني اللي عليها خطوط أو مخططة. الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة منى. هتكون منى will take her gold necklace. منى سوف تأخذ القلادة الذهبية الخاصة بها. الجملة الرابعة بتبدأ بكلمة I يعني أنا. هتكون I need to pack my green t-shirt. أنا أحتاج أن أحزم التيشيرت الأخضر الخاص بي. I need to pack my green t-shirt. تمام. السؤال الخامس عندنا بنعيد تصحيح الجملة التالية. طبعا هو كاتب فيها أخطاء وإحنا صححناها، وهنشوف الأخطاء مع بعض. Punctuate the following sentence، إعادة تصحيح الجملة التالية. I can't wait to go to Cairo tomorrow. أنا لا أستطيع الانتظار لكي أذهب إلى القاهرة غدا. أول خطأ عندنا في الجملة كلمة I في بداية الكلمة، في بداية الجملة لازم تكون بادئة كابيتال مش سمول، لأن أي كلمة في بداية الجملة أو في بداية السؤال لازم تكون كابيتال مش سمول. طبعا إحنا كتبناه هنا كابيتال I الكابيتال. تاني خطأ عندنا كلمة Cairo كتبها برضو سمول، وإن Cairo من المدن أو الدول بتتكتب بحرف الكابيتال مش سمول، وإحنا كتبنا Cairo بحرف الكابيتال. بس دول الخطأين اللي عندنا في الجملة. صفحة 101 عندنا اختياري. السؤال الأول he went to the library a book. هو هنا بيقول إن هو ذهب للمكتبة لكي يستعير كتابا. هتكون طبعا to borrow a book، لكي يستعير. to borrow يعني لكي يستعير. he wore swimming shorts go swimming. بيقول هنا إن هو ارتدى شورت سباحة لكي يذهب للسباحة. هتكون طبعا to go swimming لكي. to هنا معناها لكي، يبقى to معناها إيه؟ لكي بالعربي. سارة used a pen. استخدمت سارة القلم her essay المقال. هيكون طبعا to write her essay لكي تكتب المقال الخاص بها. to write يعني لكي تكتب. she went to the shop to some bread. هي ذهبت للمتجر لكي تشتري بعضا من الخبز. هتكون طبعا to buy، فعل buy يشتري بيجي في المصدر من غير أي إضافات. صفحة 103 عندنا اختياري. they to the library yesterday. هم ذهبوا إلى المكتبة البارحة. البارحة فعل ماضي، هتكون طبعا they went يعني ذهبوا، الفعل الماضي من كلمة go يذهب. أسماء sleep early last night. أسماء لم تنم مبكرا الليلة الماضية. الليلة الماضية شيء في الماضي، هتكون طبعا didn't، الفعل الماضي يبقى didn't. they at the park 2 hours ago. هم كانوا في الحديقة من ساعتين. من ساعتين يبقى كان في الماضي الكلام ده، هتكون طبعا they were. استخدمنا were عشان في الماضي، وعشان برضو جمع they بنستخدم معها were. did Angie her essay. هل كتبت Angie المقال الخاصة بها؟ هتكون طبعا did Angie write. ليه؟ لأن السؤال بيجي فيه الفعل من غير أي إضافات، يبقى write في المصدر. صفحة 105. السؤال الثاني عندنا بنوصل الجمل من المربع A بالجمل المناسبة لها من المربع B. السؤال الأول أو الجملة الأولى بتقول سلمى went to the shopping mall. ذهبت سلمى للمول أو لمول التسوق. هتكون طبعا إيه؟ to buy clothes لكي تشتري الملابس، يبقى رقم واحد عند C. the sleeves are long. الأكمام طويلة. sleeves يعني الأكمام الخاصة بالملابس. هتكون so I don't get sunburned. لذلك لم أحترق أو لم يحدث لي حروق شمس، يبقى رقم اثنين عند A. I went to the library. ذهبت إلى المكتبة. هتكون to borrow a book لكي أستعير كتابا، رقم 3 عند E. Why did سامح go to town. لماذا ذهب سامح إلى المدينة. هتكون to buy new sneakers لكي يشتري أحذية رياضية جديدة، يبقى رقم 4 عند D. السؤال الثالث اختياري. I have got a فراغ sweater. It is lined white and pink. أنا لدي قميص صوف ماذا. الخطوط التي عليه لونها أبيض ووردي. هتكون طبعا striped يعني مخطط. striped يعني قميص مخطط. spotted يعني منقط. dark أسود. sunburned حروق شمس. the جلابية is cool because it is made from. الجلابية رائعة لأنها مصنوعة من ماذا. cotton القطن. paper الورق. plastic البلاستيك. metal المعدن. الإجابة هتكون cotton يعني القطن. حازم فراغ hard yesterday. حازم درس بجد البارحة. البارحة فعل ماضي. أنا عاوز أجيب كلمة درس في الماضي، هتكون studied يعني درس في البارحة. شريف bought a new suitcase فراغ on holiday. اشترى شريف حقيبة جديدة لكي يأخذها في أجازة أو يأخذها للأجازة. هتكون طبعا to take لكي يأخذها، يبقى to take لكي يأخذها.
السؤال الرابع بنعيد ترتيب الكلمات في الجمل التالية. طبعا الكلمة اللي باللون الأحمر هي أول كلمة في الجملة أو في السؤال. نبدأ بأول جملة بتبدأ بكلمة I، يعني أنا، هتكون I went to my bedroom to sleep، لقد ذهبت إلى غرفة النوم الخاصة بي لكي أنام. الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة I have، يعني أنا لدي أو حصلت على، هتكون I have got a striped dress with a belt، لقد حصلت على فستان مخطط مع حزام. I have got a striped dress with a belt، حصلت على فستان مخطط مع حزام. الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة what، معنى كده ان هي تكون سؤال مش جملة. What do you usually wear، ماذا ترتدي عادة. What do you usually wear، ماذا ترتدي عادة. الجملة الرابعة بتبدأ بكلمة can، يعني هتكون برضو سؤال، هل يمكنك أو هل تستطيع، هتكون can you give me some information، هل يمكنك إعطائي بعض المعلومات. Can you give me some information. السؤال الخامس عندنا punctuate the following sentence، إعادة تصحيح الجملة التالية. الجملة بتقول إيه؟ the clothes we wear for Eid are very beautiful، الملابس التي نرتديها في العيد هي جميلة جدا. الخطأ الأول عندنا هي كلمة عيد، كاتبها بحرف الإي، وعيد ده من الفيستيفلز أو المهرجانات أو الأشياء أو العادات أو الحاجات المعروفة، يبقى لازم نكتبها بإيه؟ بحرف الكابتل مش حرف سمول. يبقى هو كاتبها بحرف سمول، إحنا هنكتبها بحرف الكابتل. والخطأ التاني عندنا محطش نقطة في نهاية الجملة، إحنا حطينا نقطة في نهاية الجملة وبس، دول الأخطاء اللي عندنا في الجملة. صفحة 112 السؤال التاني عندنا، طبعا السؤال الأول استماع مع المعلم. السؤال التاني بنوصل الجمل من المربع A بالجمل المناسبة لها من المربع B. الجملة الأولى the shoemaker's job، وظيفة صانع الأحذية. إيه هي الوظيفة بتاعت صانع الأحذية؟ is to make shoes، هو أن يصنع الأحذية، يبقى رقم واحد C. The elves made، صنع الأقزام ماذا؟ elves يعني الأقزام اللي موجودين في القصة بتاعتنا، هم عملوا إيه أو صنعوا إيه؟ هتكون طبعا amazing shoes، أحذية رائعة، يبقى رقم اتنين عندي E. The shoemaker and his wife were very poor، صانع الأحذية وزوجته كانوا فقيرين جدا، هتكون but they were happy، ولكنهم كانوا سعداء، يبقى رقم 3 دي. The ed in played is pronounced، بيقول هنا ان الحرف ed في كلمة played لعبة بتنطق مثل ايه؟ pronounced يعني بتنطق، هتكون طبعا the same as cleaned، مثل كلمة cleaned نظفة، يبقى لعبة زي نظفة، يبقى رقم 4 عند بي. السؤال الثالث قطعة هنقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب على الأسئلة. A shoemaker and his wife were poor and only had one piece of leather to make one pair of shoes. بيقول هنا صانع أحذية وزوجته كانوا فقراء جدا، وكان لديهم قطعة واحدة من الجلد لكي يصنعوا زوج واحد من الأحذية. The next morning، الصباح التالي، they found out that the pair of shoes were made، اكتشفوا ان زوج الأحذية ده اتعمل او حد عمل الأحذية دي. They sold them and bought more leather to make more shoes، هم باعوا الأحذية واشتروا جلدا آخر، اشتروا ايه؟ جلدا آخر لكي يصنعوا أحذية أكثر. He woke up again to find more shoes were made، هو استيقظ مرة أخرى ووجد أحذية تم صنعها مرة أخرى. He and his wife had to see who was making the shoes، اختبأ هو وزوجته لكي يروا من الذي كان يصنع الأحذية. They were very surprised to see two little elves، بيقول هنا ان هم كانوا متفاجئين جدا عشان هم شافوا أقزام هم اللي عملوها، أقزام صغيرة جدا. He and his wife were not ever poor again and they lived happily ever after، هو وزوجته لم يعودوا فقراء مرة أخرى وعاشوا بسعادة للأبد. أسئلة القطع عندنا، السؤال الأول the shoemaker needs فراغ to make shoes، احتاج صانع الأحذية ماذا لكي يصنع الأحذية؟ كان عاوز إيه أو محتاج إيه؟ wood خشب، leather الجلد، cloth قماش، glass الزجاج. الإجابة طبعا هتكون leather الجلد، كان محتاج جلد. The underlined word pair means فراغ، كلمة pair معناها إيه؟ 1 1 3 3 2 2 4 4، الإجابة طبعا هتكون 2 2. pair يعني زوج، تمام؟ زوج معنى كده ان هي هتكون اتنين. السؤال الثالث عندنا في القطعة صفحة 113 مقالي. How did the elves help the shoemaker؟ كيف ساعد الأقزام صانع الأحذية؟ ازاي ساعدوه؟ elves يعني الأقزام. They helped them to make beautiful shoes،
هم ساعدوهم لكي يصنعوا أحذية جميلة. They helped them to make beautiful shoes. السؤال الرابع، إعادة ترتيب الكلمات في الجمل التالية. طبعا الكلمة اللي باللون الأحمر هي أول كلمة في الجملة أو في السؤال. نبدأ بالجملة الأولى، بتبدأ بكلمة yesterday يعني البارحة. هتكون yesterday I tidied my room، البارحة أنا نظفت غرفتي. yesterday I tidied my room. الجملة الثانية بتبدأ بكلمة who يعني من، هتكون طبعا سؤال مش جملة. Who made the shoes every night؟ من الذي صنع الأحذية كل ليلة؟ Who made the shoes every night؟ الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة go يعني اذهب، هتكون go and buy some more leather. Go and buy some more leather. اذهب واشتري بعضا من الجلد. الجملة الرابعة بتبدأ بكلمة they يعني هم، هتكون they made new clothes for the elves. هم صنعوا ملابس جديدة للأقزام. They made new clothes for the elves. السؤال الخامس، punctuate the following sentence، إعادة تصحيح الجملة التالية. الجملة بتقول إيه؟ We must thank the elves، يجب علينا أن نشكر الأقزام. الخطأ الأول عندنا في كلمة we بدأها بحرف small مش capital، وإحنا أي جملة في بدايتها لازم نكون بدئين capital مش small. كتبنا حرف W هنا في كلمة we capital مش small، لأن هو في بداية الجملة. الخطأ الثاني، مش حاطط نقطة وإحنا حطينا نقطة في نهاية الجملة، بس دول الخطأين اللي عندنا في الجملة. صفحة 117، السؤال الثاني، بنوصل الجمل من المربع A بالجمل المناسبة لها من المربع B. طبعا السؤال الأول، استماع مع المعلم. When it is cold، عندما يكون الجو باردا. We wear dark blue jackets، نحن نرتدي جواكت زرقاء غامقة أو داكنة. يبقى رقم واحد عند E. The traditional Mexican dresses، الفساتين المكسيكية التقليدية. Are very colorful، هي ملونة جدا. يبقى رقم اثنين عندنا عند A. السامبريرو، السامبريرو ده ايه؟ هيكون طبعا traditional Mexican hat، قبعة تقليدية مكسيكية. تمام، يبقى دي قبعة في المكسيك اسمها سامبريرو. يبقى رقم 3 عند B. People in Mexico wear hats، يرتدي الناس في المكسيك القبعات. To protect their faces from the sun، لكي يحموا وجوههم من الشمس. يبقى رقم 4 عند D. السؤال الثالث، عندنا قطعة هنقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب على الأسئلة. My school uniform is very special and smart، زي مدرستي مميز جدا وذكي. The girls and boys have different uniforms at my school، لدى الأولاد والبنات زي مختلف في المدرسة. The girls wear long dark blue skirts، ترتدي الفتيات تنانير طويلة باللون الأزرق الداكن. They wear a pale green t-shirt، يرتدون قميصا أخضر شاحبا. It is a short-sleeved cotton one، إنه قطن قصير الأكمام. They don't wear a tie، لا يرتدون ربطة عنق. The boys wear dark blue trousers and a pale green t-shirt، يرتدي الأولاد البنطلون الأزرق الغامق وأيضا التيشيرت الأخضر. They have to wear a tie every day، يجب عليهم ارتداء ربطة عنق كل يوم. It is a striped green and blue، إنها مخططة باللون الأخضر والأزرق. When it is cold، عندما يكون الجو باردا. We wear a dark green jacket with pockets، نحن نرتدي جاكيت لونه أخضر غامق مع الجيوب. Both girls and boys have to wear white socks and black shoes، يجب على الفتيات والأولاد أيضا كل مننا أن نرتدي ماذا؟ الشراب الأبيض وأيضا الأحذية السوداء. السؤال الأول عندنا في القطعة، The text talks about the school فراغ، بيقول هنا أن النص بيتكلم عن إيه؟ Subject المواد المدرسية، Uniform الزي المدرسي، Hobbies الهوايات، Classroom الفصول. الإجابة طبعا هتكون Uniform الزي المدرسي. The فراغ، Wear long dark blue skirts، بيرتدوا هم جيبة أو تنورة، هتكون طبعا The girls الفتيات. الأسئلة المقالية عن القطعة، Why do they wear jacket؟ لماذا يرتدي الطلاب الجاكيت؟ هتكون طبعا الإجابة If the weather is cold، إذا كان الجو باردا. Students must wear jacket to make them warm، يجب على الطلاب أن يرتدوا الجاكيت لكي يدفئوا. يبقى الإجابة بنقول إيه؟ If the weather is cold، students must wear jacket to make them warm.
السؤال الرابع عندنا إعادة ترتيب الكلمات في الجمل التالية. طبعا الكلمة اللي باللون الأحمر هي أول كلمة في الجملة أو في السؤال. أول جملة عندنا بتبدأ بكلمة traditional يعني تقليدي، هتكون طبعا traditional Mexican dresses are colorful، الفساتين المكسيكية التقليدية ملونة. traditional Mexican dresses are colorful. الجملة التانية بتبدأ بكلمة what is، معنى كده ان هي سؤال مش جملة. what is your favorite thing to wear، ما هو الشيء المفضل لك ان ترتديه. what is your favorite thing to wear. الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة my cotton يعني القطن، هتكون my cotton trousers are really comfortable، البناطيل القطنية الخاصة بي هي حقا مريحة. الجملة الرابعة والأخيرة بتبدأ بكلمة there يعني هناك، there are different styles of sombrero، هناك أنواع مختلفة من السامبريرو اللي هي القبعة المكسيكية التقليدية. السؤال الخامس بانكت with the following sentence، إعادة تصحيح الجملة التالية. الجملة بتقول she wore a green cotton dress، هي ارتدت فستان قطني أخضر، تمام؟ أو فستان أخضر قطني. أول خطأ عندنا في كلمة شي بدأها بحرف سمول مش كابتل، وأي كلمة بتبدأ في بداية الجملة أو في السؤال لازم تكون كابتل مش سمول، يبقى حطينا حرف الإس هنا كابتل. تاني خطأ عندنا ما حطش نقطة في نهاية الكلام وإحنا حطينا نقطة، بس كده دول الخطأين اللي عندنا في الجملة. صفحة 122 عندنا اختياري I went to the library a book، أنا ذهبت للمكتبة لكي أستعير كتابا، هتكون طبعا to borrow a book لكي أستعير، to بمعنى لكي بالعربي. إنجي used a pen her essay، استخدمت إنجي قلم لكي تكتب المقال الخاص بها، هتكون طبعا to write يعني لكي تكتب، to write بنضيف للفعل بتاعنا كلمة to بمعنى لكي أو لأجل. شريف bought a new suitcase on holiday، اشترى شريف حقيبة لكي يأخذها في الأجازة، هتكون طبعا to take، to take يعني لكي يأخذها. ملاك wears her sunglasses her eyes، ارتدت ملاك أو ترتدي ملاك النظارات الشمسية لكي تحمي عيناها من الشمس، هتكون to protect لكي تحمي، to protect يعني لكي تحمي. صفحة 122 السؤال الثاني مروة is wearing a فراغ dress، مروة بترتدي، طبعا الكلام ده موجود في الصورة واحنا بنشوف الصورة وبعد كده نجاوب على الأسئلة أو بنكمل الفراغات. مروة ترتدي فستان ماذا؟ هتكون spotted dress يعني فستان منقط، تمام؟ منقط. with a بترتدي الفستان ده مع ايه؟ with a belt مع حزام، يبقى مروة هنا لابسة حزام، هنكتب with a belt مع حزام. there are two هناك ماذا؟ اتنين من ماذا؟ هتكون two buckets يعني جيبان، يبقى two buckets يعني جيبان. ريم is wearing a فراغ she looks like a princess، هي تبدو كالملكة، هي بترتدي ايه؟ ريم بتلبس ايه؟ هتكون طبعا كاستيوم يعني زي تقليدي، كاستيوم يعني زي تقليدي، هي اللي لابسه ده ايه؟ زي تقليدي. she has a فراغ on her head، لديها ماذا على رأسها؟ هتكون طبعا crown يعني تاج، هي ايه؟ لابسه تاج على رأسها. she has white on her hands، لديها ماذا لونه ابيض على يداها؟ هي لابسة ايه في ايديها لونه ابيض؟ هتكون gloves يعني القفازات اللي لونها بيضاء. السؤال الثالث عندنا بنرتب الصفات الموجودة في الجمل التالية، طبعا الصفات دي احنا اخدناها في الدرس، هنكتبها مع بعض الاول بعد كده نجاوب على الاسئلة. اول حاجة لازم تكون موجودة الحجم، تمام؟ وبعد كده العمر، جديدة قديمة، وبعد كده اللون، وبعد كده المادة الخام. معلش اعذروني على الخط لاني بكتب بالموبايل. اول جملة عندنا بتقول she wore a dress، بتقول ان هي ارتدت فستان ايه؟ عندنا كلمتين cotton وgreen، cotton اللي هي المادة بتاعته القطن، وgreen اللي هو اللون بتاعه اخضر، يبقى المادة دي موجودة في الاخر اصلا، اخر حاجة ممكن نحطها هي المادة، يبقى اللون قبل المادة، هنكتب green cotton dress يعني فستان قطني اخضر، تمام؟ الجملة التانية he had to wear a hat، هو يجب ان يرتدي قبعة ماذا؟ عندنا كلمتين old و orange، old يعني قديم، orange يعني برتقالي، old دي ايه؟ العمر بتاعها، orange ايه؟ اللون بتاعها، يبقى العمر قبل اللون، يبقى اول حاجة هنكتب old وبعد كده orange. dad bought me a جلابية، بيقول هنا ان ابي اشترى لي جلابية ماذا؟ عندنا برضو كلمتين او صفتين new و white، new يعني جديد، white يعني ابيض، اول حاجة new دي ايه؟ عمر، white يعني لون، طبعا العمر قبل اللون، يبقى العمر قبل اللون، فهنكتب new white جلابية.
The shoemaker made shoes. صانع الأحذية أحذية ماذا؟ أول حاجة عندنا كاتب صفتين، small يعني صغير، leather يعني جلد، حاطط الحجم وبعد كده المادة الخام، الحجم الأول وبعد كده المادة الخام، يبقى small leather shoes. آخر جملة عندنا I bought a jacket for the party. أنا اشتريت جاكيت للحفلة. new بعدين green، new يعني جديد، green أخضر، new العمر بتاعها، green اللون بتاعها، يبقى أول حاجة هنحط العمر وبعد كده اللون. صفحة 123 اختياري السؤال الثالث. طبعا السؤال الأول والثاني استماع مع المعلم، السؤال الثالث اختياري. I wear my فراغ and gloves in winter. أنا ارتدي ماذا وأيضا القفازات في فصل الشتاء؟ coat معطف، swimming shorts شورت سباحة، sunglasses نظارات شمسية، t-shirt التيشيرت. الإجابة طبعا تكون coat معطف، يبقى برتدي المعطف في فصل الشتاء. I went to the market to فراغ some rice. لقد ذهبت إلى المتجر لكي أشتري بعض الأرز. هتكون طبعا to buy some rice، يبقى buy يشتري في المصدر من غير أي إضافات، وكلمة to بمعنى لكي أو لأجل. She didn't فراغ her homework yesterday. هي لم تنهي الواجب الخاص بها البارحة. هتكون طبعا she didn't finish her homework. طيب ليه قلنا finish مش finished؟ لأن هنا بيقول yesterday البارحة. ليه؟ لأن دي كلمة منفية، في نفي عندنا في الجملة، يبقى على طول نحط الفعل في المصدر. نفي أو سؤال نحط الفعل من غير أي إضافات. I need to pack my clothes in the فراغ to travel. أنا أحتاج أن أحزم ملابسي في ماذا لكي أسافر؟ sunglasses النظارات الشمسية، sneakers الأحذية، pocket الجيوب، suitcase الحقائب. الإجابة طبعا هتكون suitcase الحقائب، يبقى أنا بحزم الملابس بتاعتي أو الأشياء بتاعتي في ماذا؟ في الحقائب suitcase. السؤال الرابع، بنوصل الجمل من المربع A بالجمل المناسبة لها من المربع B. We need to pack our suitcases. نحن نحتاج أن نحزم حقائبنا. هتكون طبعا for our holiday tomorrow للإجازة غدا، يبقى رقم واحد C. I need my sweater. أنا أحتاج القميص الصوف الخاص بي because it is cold at night. لأن الجو سوف يصبح باردا في الليل، يبقى رقم 2 عندي E. We went to the park. لقد ذهبنا إلى الحديقة. هتكون to play with our friends لكي نلعب مع أصدقائنا، يبقى رقم 3 عندي B. I like my school uniform. أنا أحب الزي المدرسي الخاص بي. هتكون we wear a white shirt and a blue shorts. نحن نرتدي قميص أبيض وشورت أزرق، يبقى رقم 4 عند A. السؤال الخامس عندنا قطعة هنقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب على الأسئلة. My name is معاز. اسمي معاز. I'm packing my suitcases for my holiday tomorrow. أنا أحزم حقائبي لإجازتي غدا. I can't wait to go to الفيوم to see Uncle Rami and Aunt Sama. أنا لا أستطيع الانتظار أن أذهب إلى الفيوم لرؤية عمي رامي وعمتي سما. And of course وبالطبع تاليا and آدم. تاليا وآدم my cousins أولاد عمي. I haven't seen them for ages. لم أراهم لسنوات. I need to pack my green t-shirt and my swimming shorts because they have a lovely pool. أنا أحتاج أن أحزم التيشيرت الأخضر الخاص بي والشورت السباحة الخاص بي لأن لديهم حمام سباحة رائع. I need my sunglasses too. أنا أيضا أحتاج نظاراتي الشمسية أيضا. It will be very sunny. سوف يكون الجو مشمس جدا. I think I will need my sneakers. أنا أعتقد أنني سوف أحتاج الأحذية الرياضية الخاصة بي. We will be walking around a lot. سوف نتجول كثيرا. And I will need to wear something comfortable on my feet. وسوف أحتاج أن أرتدي شيئا مريحا في قدمي. السؤال الأول عندنا في القطعة. The expression for age means فراغ. هنا التعبير expression يعني التعبير for age لسنوات. معناه إيه؟ For a day لمدة يوم. For a week لمدة أسبوع. For a short time لمدة قصيرة. For a long time لمدة طويلة. يبقى الإجابة for a long time لمدة طويلة. تاليا and آدم are معازز فراغ. بيقول هنا أن تاليا وآدم هم يقربوا إيه لمعاز؟ friends أصدقائه، parents والداه، grandparents أجداده، cousins أولاد عمه. الإجابة طبعا هتكون cousins أولاد عمه. السؤال الثالث مقالي. Why does معاز need his swimming shorts؟ لماذا يحتاج معاز شورت السباحة الخاص به؟ هتكون because his uncle Rami has a lovely pool. لأن عمه رامي لديه حمام سباحة رائع. وممكن نكتب برضو أو نزود عليها إن معاز هيسبح. معاز will swim. تمام؟ السؤال السادس عندنا إعادة ترتيب الكلمات في الجمل التالية. طبعا الكلمة اللي باللون الأحمر هي أول كلمة في الجملة أو في السؤال. أول جملة عندنا بتبدأ بكلمة what بمعنى ماذا، معنى كده إن هي السؤال مش جملة.
What do you usually wear؟ ماذا ترتدي عادة؟ الجملة الثانية بتبدأ بكلمة it يعني هي أو الشيء ده. It can be cool in the evening. الجو سوف يصبح باردا في المساء. It can be cool in the evening. الجملة الثالثة بتبدأ بكلمة my scarves يعني الوشاح الخاص بي. My scarves are made of cotton. الوشاح الخاص بي مصنوع من القطن. الجملة الرابعة بتبدأ بكلمة they يعني هم، هتكون they went to the library to read books. هم ذهبوا للمكتبة لكي يقرأوا الكتب. They went to the library to read books. السؤال السابع عندنا بانكت with the following sentence، إعادة تصحيح الجملة التالية. الجملة بتقول إيه؟ We are traveling to Alexandria on Friday. سوف نسافر إلى مدينة الإسكندرية في يوم الجمعة. أول خطأ عندنا في الجملة هي كلمة Friday، هو الخطأ الوحيد اللي عندنا موجود في الجملة. كاتبها بحرف small مش capital، وFriday من الأيام والأيام لازم نكتبها بحرف capital. طبعا هو ما أخطأش، في بداية الجملة كاتب حرف capital، وفي كاتب في كلمة Alexandria كاتبها برضو حرف capital لأن Alexandria من المدن، لكن فرايدي كتبها حرف سمول، وفرايدي من الأيام يوم الجمعة من الأيام، يبقى لازم نكتبها حرف كابتل. صفحة 125 عندنا اختبار على الأزهر الشريف. السؤال الأول هنقرأ الديالوج أو المحادثة ونكملها. Are you going on a فراغ؟ هل أنت ذاهب في ماذا؟ هتكون طبعا Are you going on a holiday؟ هل أنت ذاهب في أجازة؟ يبقى رقم واحد عندنا holiday. Yes I am so excited. نعم أنا متحمس جدا. What will you فراغ؟ ماذا سوف ماذا؟ بيسألوا أنت هتعمل إيه؟ يبقى what will you pack؟ ماذا سوف تحزم؟ يبقى رقم اثنين عندنا pack بمعنى تحزم أو تأخذ معك. I will need my، أنا سوف أحتاج ماذا؟ I will need my sneakers يعني الأحذية الرياضية الخاصة بي. رقم ثلاثة عندنا sneakers. السؤال الثاني قطعة هنقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب على الأسئلة. My favorite clothes are my cotton shirt and linen trousers. بيقول هنا ملابسي المفضلة هو الشيرت أو القميص القطني الخاص بي، وأيضا البناطيل الكتان الخاصة بي. They are very comfortable. هم مريحين جدا. My new white linen trousers are very beautiful. البناطيل الكتان البيضاء الجديدة هي جميلة جدا. I bought them last week. اشتريتها الأسبوع الماضي. I also like the new spotted jacket. أنا أيضا أحب الجاكيت الجديد المنقط. They are my favorite because they are comfortable and bright. إنها المفضلة لي لأنها مريحة وأيضا ملونة. When I wear that jacket، عندما أرتدي هذا الجاكيت. I usually put on my black tie، أنا عادة أرتدي ربطة العنق السوداء الخاصة بي. They look smart together، يبدون رائعين معا. الأسئلة عندنا عن القطعة. My favorite clothes are my shirt and linen trousers. بيقول هنا إن الشيرت القميص بتاعه كان نوعه إيه، والبناطيل كانت كتان، cotton قطن، linen كتان، wool يعني صوف. الإجابة طبعا هتكون cotton shirt، يبقى رقم يبقى الإجابة هنا cotton. My linen trousers are very، بيقول هنا إن البناطيل الكتان الخاصة بي هي ماذا؟ tight ضيقة، بيل باهتة، comfortable مريحة. الإجابة طبعا هتكون comfortable مريحة. I bought the new trousers، أنا اشتريت البناطيل الجديدة last week الأسبوع الماضي. الكلام ده موجود عندنا في القطعة. My jacket is comfortable and bright، بيقول إن الجاكيت بتاعي وصفه بصفة معينة مريح وملون، هتكون طبعا my spotted jacket يعني الجاكيت المنقط. آخر حاجة عندنا I usually put on my when I wear my jacket، عندما ارتدي الجاكيت الخاص بي أنا ارتدي ماذا أيضا؟ هتكون طبعا my tie يعني ربطة العنق الخاصة بي. السؤال الثالث اختياري Girls in Mexico love colors. بيقول هنا إن الفتيات في المكسيك بيحبوا إيه؟ bright colors يعني الألوان الملونة أو الفاتحة. I wear to protect my eyes، أنا أرتدي ماذا لكي أحمي عيني من الشمس؟ sunglasses النظارات الشمسية. gloves معناها قفازات، crown يعني tag. Nadia is wearing a dress، بيقول هنا إن نادية ترتدي فستان ماذا؟ It has red and black dots all over it، بيقول إن الفستان ده عليه نقط لونها أحمر وأسود. نقط يبقى هتكون إيه طبعا؟ هتكون spotted dress يعني فستان منقط. Marwa went to town to a new dress، مروة ذهبت للمدينة لكي تشتري فستانا جديدا، هتكون to buy new dress. باي في المصدر من غير أي إضافات، يبقى فعل يشتري في المصدر من غير أي إضافات. عادل his black trousers yesterday، عادل أخذ البناطيل السوداء الخاصة به البارحة، أو حزم البناطيل الخاصة به البارحة، تكون packed
الفعل الماضي من كلمة back، ليه قلنا back؟ لأن طبعا yesterday البارحة فعل ماضي فعملناها بالإيدي فعل ماضي. بس كده تم الانتهاء من حل الوحدة الثالثة كاملة من كتاب جيم كونكت انجلش الصف الخامس الابتدائي الترم الأول سنة 2024، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.